السلام عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير إن شاء الله. نتمنى من الله عز وجل يتقبل من جميع المسلمين العبادات ديالهم. بغيت نقول لكم كذلك باللي السلسلة ديال التحقيقات البوليسية أو القضايا ما غاديش تحبس، غنبقى نحطها في الوقت ديالها كل يوم أربعاء وكل يوم سبت بإذن الله. شكرا لكم كاملين على الدعم ديالكم، شكرا حيتاش كتشجعوني، شكرا للتعليق الزوينه. راني كنحاول انني نكون ان شاء الله باذن الله لو وفقني الله عند حسن الظن ديالكم. كناخذ الانتقادات بجديه، بحال مثلا الموسيقى اللي كتكون مزعجه لبعض الناس، بحال مثلا الصور اللي كيحتاجوا الناس يشوفوها مرفوقه. غير واحد القضيه بغيت نقولها لكم، راني ما كنبخلش عليكم في البحث، كندير واحد البحث معمق في بزاف د البلايص باش نتاكد من ان كاع المصادر موثوقه، ونتاكد كذلك من ان الشخصيات اللي كنحطهم لكم هما الشخصيات الحقيقيه، ماشي غير وجه غناخذوا من شي سيت كيحط تصاور فابور ونجيبهم نحطهم لكم غير باش نعمر الفيديو بالتصاور. كاينين بعض القضايا خصوصا القدام ما كيكونوش فيهم المجرمين مكشوف عنهم، الا ما كانوش الصحف تولاو ديك القضيه وصوروا الجاني وصوروا الضحيه وداروا هذه العمليه كصحافه، اللي كانوا يا اما في مسرح الجريمه يا كانوا كيتابعوا القضايا في المحكمه، فما غاديش نقدر انا نرجع الزمن في الوراء ونصورهم لكم. الا ما كاينينش الصور ديال الجاني والضحيه راه ما عنديش منين نجيبهم. انا متفقه مع الفكره ديال الصوره بألف كلمه، احيانا الصوره كتوصل لينا بزاف، ولكن راه هذا جدي عليكم. الا ما كانوش صور ما غاديش نكذب عليكم او نحط لكم دي فيديو من دي سيت مختلفين غير باش نعمر لا فيديو. فكنتمنى انكم تفهموا هذه القضيه، ولكن في المقابل راه كنحاول ندير مجهود في البحث عن التفاصيل الدقيقه ونوصف لكم الاحداث بشكل دقيق باش تحسوا براسكم وكانكم كنتوا معاهم وكانكم حضرتوا لديك القضيه، او ما عندكم حتى شي حلقه ما متكاملاش في القصه. القضية اللي غنهضروا عليها اليوم وقعت في 2007، والضحية ديالها واحد السيدة في العمر ديالها ديك الساعة 34 سنة سميتها تارا غرانت. تارا غرانت واحد المرة اللي بعقلها وكبيرة وعارفة شنو كدير، فجأة حتى كتختفي، ما كيبقاوش يلقاو لها الآثار، لا العائلة ديالها لا الزوج ديالها ما كيعرفوش باش تبلعوا. قبل ما نعطيكم تفاصيل ديال الاختفاء ديالها وكيفاش تلقاوها من بعد، غادي نقول لكم واحد النبذة ديال شكون هي تارا، كيفاش كانت عايشة باش نحطكم في الصورة. تارا واحد البنت اللي تزادت في ميشيغان في 1972 عند واحد الوالدين ما غاديش نقول ميسورين ولكن على الحال. دخلت المدرسة العامة بحال ولاد الشعب هي والأخت ديالها، ولكن تارا كانت كتقرأ مزيان وكان عندها حلم أنها تكون واحد الإمرأة ناجحة في المجتمع، وداكشي سبحان الله اللي كيوقع. تارا عام على عام كتنجح وكتنجح بنقاط مزيانين، ومن بعد مشات للجامعة وكملت القراية ديالها وخدات باشلرز ديجري في البيزنس. ومن بعد طبعا سارة ما تخرجات، بدات لاكارير ديالها بحال أي بنت يلاه بادية، ولكن تارا كانت مميزة وذكية، كانت كتخدم بزاف وكتخدم عقلها وكتعطي الجهد ديالها كامل في الخدمه، وطبعا اللي كيخدم كينول. تارا بدات كتشوف الثمار ديال ديك الخدمه بشكل سريع، كانت باقا صغيره في الكدا وعشرين من عمرها وبدات كترقى مره على مره. تارا على الرغم من انها كان عندها منصب مزيان وكانت عندها مكانه اجتماعيه مزيانه ولات كتخلص مزيان، ولكن باش دير الاسره ديالها ودير الوليدات ديالها وتحس بالاستقرار العاطفي كان خاصها تزوج. وطبعا وحده بحال تارا ما لقاتش مشكل في هذه القضيه، تلاقات مع واحد السيد سميتو ستيفن غرانت. هو كان خدام في واحد المحل ديال باه فيه الماكن الصناعيه الكبار، كان من النوع اللي كيهتم بها، كان ظريف كيعرف يتعامل. المهم هاد المسائل هادو اللي ممكن انها تجذب اي انسانه في مقتبل العمر. ستيفن على عكس تارا ما كانش مكمل القرايه ديالو، يعني قرا واحد العام من مورا الباك في الكوليدج ومن بعد ما بقاش كمل، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش طبعا ملي كتكون العلاقه فيها واحد الاحترام واحد الموده وكذا وكذا، ما غيوقعش في طريق الزواج ديالهم، خصوصا انهم من الناحيه الماديه ما كانش عند تارا مشكل. في 1998 كيقرروا انهم يتزوجوا، عامين من بعد الزواج كيرزقهم الله بالبنيه ديالهم الاولى، وثم من بعد واحد ربع سنين كيعطيهم الله وليد اخر. تارا في هذا الوقت مازال كتحسن من مستويات ديالها في الخدمه، ديما كتقرا ديما كتقلب على الجديد
ديما كتحضر الندوات. المهم هادشي طبعا كيؤدي لانها كتزيد تطلع في منصب من ورا منصب من ورا منصب، وطبعا ملي كنقولوا كيتزادك في المنصب وكيتزادك في الفلوس راه كتزادك حتى المسؤوليه. ترى ولات كتنقل بزاف من ولايه لولايه، احيانا تتخرج. المهم انه ماشي داك العمل العادي ديال اي وحده كتمشي للبيرو مع 8 وكتجي مع 4. هادشي طبعا هو اللي كان قادر يوفر لهم واحد الظروف ديال العيش مثاليه، يعني الطوموبيلات جداد، الدار جديده، اي حاجه بغاوها كيلقاوها. مستوى العيش عندهم كان عالي بزاف، وهادشي طبعا بفضل السالير ديال تارا، لان ستيفن ما كانش كيدخل شي فلوس، ولكن بالمقابل هو اللي كيقابل ليها الوليدات، كيوقف معاهم حتى ترجع من الخدمه الى اخره. وهنا المهمه ديال ستيفن بدات كتحول من انه يكون خدام في هذاك المغازه ديال الالات الى انه يولي اكثر مع الوليدات. بدات كتكثر عليه الدعوه، فاضطروا انهم يجيبوا واحد الناني او المربيه كانت هي مهاجره سميتها فيرينا ديركيس في العمر ديالها 17 سنه. بدات البنت كتعيش معهم في الدار بحكم ان الدار تبارك الله كبيره والوليدات صغيورين راكم عارفين، والحياه كانت بالنسبه لهم جميله ومتوازنه لانه هي عطاها الله القدره انها تخدم برا وتوفر لهم واحد مستوى عيش اللي ما كانوش يحلموا به، وهو الحمد لله كيقابل الوليدات وكذا كذا. عامين وشي حاجه من مورا مولدات داك الوليد الصغير، تارا كي يسر ليها الله عاوتاني وكتاخذ واحد الترقية واحدة اخرى. وطبعا هاد الترقية جاو معها تضحيات واحدين اخرين وجاو معها بزاف الفلوس. تارا هاد المرة ولات خدامة في الجزيرة بورتوريكو، وبالضبط في سان جوان. هي في الاصل ساكنه في مدينه ديترويت اللي غنوري لكم في هذه التصويره هذه. فكل نهار اثنين في الصباح كيخصها تاخذ طياره وتمشي لديك الجزيره فين كتخدم، وكتدوز سيمانه كامله تما كتهضر مع وليداتها غير بالتليفون، وراجلها طبعا راه متكلف بالامر. وفي الاخير ديال السيمانه نهار الجمعه مورا الغداء كتاخذ طياره عاوتاني وكترجع. هذه ولات هي الحياه ديال تارا، ما بقاش عندها الوقت بزاف تلمو كانت مدوزها من اجتماع لاجتماع والعلاقات وكذا راكم عارفين. ستيفن كان واحد الاب اللي حنون على حساب ما كانوا كيقولوا كاع الناس. صراحه ما كانش مقصر مع الوليدات ديالو، بالعكس الوليدات ديالو كانوا كيبغيوه بحال تقولوا معاهم الام ديالهم ماشي غير باهم. يعني هو اللي كان كيلبسهم، هو اللي خرجهم البنت ديالو، هو اللي كيمشي معها المدرسه الا كان شي مع الاباء، الا كان عندها شي اكتيفيتي من وراء المدرسه بحال مثلا غتمشي دير لا دونس ولا اي حاجه اخرى هو اللي كان كيديها. المهم هو كان مغطي ديك الثقبه ديال الام وكان قاضي الغرض، وهذه هي الطريقه واقيله اللي كانوا هما متفقين عليها باش يخليو داك التوازن ديال الاسره. والحياه كانت غدا مزيان حتى لواحد النهار ستيفن كيعيط ويعاود المره ديالو ما كتجاوبوش في التليفون. ستيفن تخلع ولكن بقى كيقول مع راسو راه تكون خدامه، غالبا هي كتكون مشغوله، كيكونوا عندها اجتماعات، تكون طافيه التليفون، شي حاجه بحال هكا، خصوصا انهم كانوا معتادين عليها في السيمانه كامله كتكون خارجه من الدار فعادي. يعني ستيفن عيط على العائله ديالها، حتى هما كيعيطوا عليها، ما تقلقوش عليها بزاف كما قلت لكم معودين هكا تغيب. فمن نهار دازوا يومين ثلاث ايام ثم خمس ايام، في النهار الخامس ستيفن نفذ الصبر ديالو، ما بقاش قادر تسدنا، ما بقاش عارف مراته فين كاينه، شنو وقع ليها، ما يمكنش هادشي يكون خدمه. عيط على البوليس نهار 14 في شهر 2 2007 اللي هو عيد الحب باش يعلمهم بان المراه ديالو راها مختفيه. كيسولوا البوليس باللي شحال في العمر ديالها واش متاكد انها مختفيه، كيقول لهم متاكد مليون في المية حيت دابا راه 5 ايام. في هذاك الوقت اللي اختفت فيه الام، البنيه الكبيره كان في العمر ديالها 7 سنين والوليد كان في العمر ديالو 3 سنين. تقدروا تخيلوا الوضعيه ديال الاب اللي كان فيها مسكين، مسترس مع الوليدات، محيلو الناني، محيلو المراه ديالو مختفيه. المهم البوليس خداو الموضوع فعلا بشكل جدي لان 5 ايام شي حاجه اللي كبيره. ثم كيجيو عنده الدار ديالو باش يجلسوا معاه، كيقولوا ليه عافاك ركز معنا ما تسترسا ما والو، قول لنا اخر حاجه دازت بينك وبين مراتك، فين كانت اخر مره شفتيها، واش كنتي ملاحظ ان شي واحد كيهضر معها في التليفون، واش كان شي حد كيتبعها، واش عمرها قالت لك شي حاجه على شي حد، الى اخره الى اخره. تيقول لهم ستيفن باللي المراه ديالي في العمر ديالها 34 سنه، هاد التصاور ديالها، هالاسم ديالها، ها فين خدامه، ما عمرها تشكات من شي واحد كيتبعها ولا حتى شي حاجه. المهم كيعطيهم جميع المعلومات عليها هي والخلفيه ديالها، وكيقول لهم اخر مره شفتها كان نهار الجمعة 9 فبراير 2007.
خمس أيام من دابا. وآخر واحد سمعتها كتهضر معاه في التليفون هو واحد شخص اللي جوزها من قدام الباب. على ما يبدو اللي سمعتها قالت في التليفون باللي واخا تسناني غير واحد جوج دقائق أنا غنخرج عندك في الباركينج ديال الطوموبيل. ومني طليت عليها من الشارجم ديال الدار فعلا خرجت وركبت في ديك الطوموبيل اللي كانت كحلة، وعلى ما يبدو أنها طوموبيل ديال شي شركة، يعني ماشي طوموبيل عادي ديال شي واحد، فيها شوفور وهي ركبت اللور، فعرفت بأنها غتكون طوموبيل ديال شي سيرفيس. وتما كانت اخر مره شفتها فيها. هنا كيسولوا البوليس واش طبيعي انها كتخرج، زعما فين غتكون مشات، واش كتظن انها مشات تصرف شي بلاصه، واش طبيعي بالنسبه لها هي انها تمشي نهار الجمعه الى اخره. كيقول لهم ستيفن باللي في الطبيعي في صراحه هو انها دائما كتجي من بورتوريكو نهار الجمعه في العشيه في الطياره كذا كذا. اللي ماشي طبيعي هذيك النهار هو انها مني جات الجمعه من البلاصه فين كتخدم يلا حطت الباليزه ديالها، وانا وياها كنهضروا بحال هكا عن نقاط الوليدات، جلسنا واحد شويه وهي تقول لي باللي ما غاديش نحتاج انني نحيد باليزتي وكذا، راني غنرجع بعد غدا لحد. وطبعا انا ما عجبنيش الحال انها غترجع لحد، لاننا متفقين دائما تدوز معنا الويكند كامله. فقلت لها علاش غترجعي لحد، علاش ما تمشيش للاثنين؟ قالت لي باللي ضروري خاصني نمشي لحد لان عندي شي خدمه خاصني نقضيها ومزير عندي القضيه وكذا وكذا. ستيفن قال لهم باللي انا فايت واحد المره في الماضي شفت بيناتها وبين واحد السيد كان خدام معها اللي على ما يبدو هو الشاف ديالها ميساجات او لدي زيميل اللي بانوا ليه ماشي تلهيه، يعني خارجين على الوضعيه المهنيه زعما. فولا كيشك فيها، قال لهم انا واحد المره هضرت معها في الموضوع وقالت لي باللي قبل ما تزوج معايا كان عندهم علاقه، ولكن ديك العلاقه سالات مني بدات علاقتها معايا. الايميلز اللي شفت مؤخرا كيبينوا لي باللي باقه الطريقه الهضره ديالها معاه شويه ماشي تلهيه، فباينه مداصرين وربما تكون بيناتهم علاقه. فانا مني قالت لي راني غنمشي لحد الخدمه طلع لي الدم وتعصبت، وبقيت كنقول عليها كنقول لها اكيد بغيتي ترجعي لانه عندك شي حاجه تما اكثر اهميه من الخدمه. وهي شافت فيه وقالت لي شنو كتهضر، قالت لي واش من نيتك، قال لي اه اكيد راجع عند فلان اللي هو البوس ديالك لان بينك وبينه علاقه اللي ما عمرها كملات. وانا هاد القضيه ديال تمشي دوزي السيمانه كلها في بورتوريكو بسبب الخدمه ما صحياش ليا. وطبعا قال لهم باللي مراتي في ديك الحاله طلع ليها الدم وخرجوا لها الكرون وتعصبات وهي تهز باليزتها وعيطت في التليفون داك السيد اللي كان غادي يجي يهزها وخرجت. ومن تما وانا كنحاول نوصل ليها في التليفون ما كتجاوبنيش. في الدقائق الاولى من بعد ما خرجت عيطت لها في التليفون وكتشدني بواط فوكال، قلت انا ماشي مشكله تقدر تكون معصبه بحكم انني جرحتها بهذاك الكلام، غنعطيها شويه ديال الوقت. قال لهم داز الغد ليه اللي هو السبت والحد، قلت ربما تكون ديجا مشات ربما عندها خدمه كذا، ولكن رغم ذلك كنت كنعيط لها في التليفون وكنخلي لها دي ميساج فوكال وما كتجاوبنيش. نهار الحد بدا كيعيط للعائله ديالها لا تكون عند شي عائلتها او لا يكونوا هما كيهضروا معاها فيطمنوه عليها. عائلتها قالوا لي بلي ما في خبرنا والو، قال لك ولكن عائلتها بنوا ليا زعما ما معصبين ما مخلوعين ما والو. كنقول لهم راه يومين بنتكم ما كتجاوبش في التليفون، قالوا لي هادي ربما خدامه او لا مشغوله. فهو قال مع راسو ربما عارفين شي حاجه ما بغوش يقولوا لي. المهم ميك عيط على شي وحدين اخرين صحابها تسولهم عليها، ما عندهم حتى شي فكره عليها، ما كتجاوبهمش حتى هما في التليفون من يحاولوا يعيطوا عليها. بقى عنده حل واحد هو يعيط للشركه. عيط للشركه فين كتخدم، هضر مع الشاف ديالها قال لي تارا جرينت راه كتخدم معاك وكذا، راه ما بقاتش بانت من نهار الجمعه. فقال لي الشاف ديالها بلي راه ما جاتش للشركه نهار الاثنين. وصافي تما بدا ستيفن كيتقلق شي شويه، كيدوز ثلاث كيحاول محاولات عاوتاني، ونهار الاربعاء هو اللي كان فيه 14 في الشهر فين عيط للبوليس. البوليس من يسمعوا هالتفاصيل فريمون حسوا بان كاينه ان في الموضوع، لانه ما يمكنش وحده في عمرها 34 سنه واعيه قاريه ذكيه ناجحه غير غتجي وتختفي بشكل بحال هكا. اكيد كاينه شي حاجه اللي منعاتها من انها تجاوب او على الاقل تعيط لوليداتها. وهو قال لي بلي موالفه كتعيط وتهضر مع وليداتها كل نهار، وهذا الشيء اللي خلاه يحس باللي الموضوع اكبر من انها غضبانه. ففكروا البوليس ربما شي حد يكون اعترض ليها في طريقها او لا حاول يشفرها بحكم ان كاينين الناس عارفين لاباس عليها الى اخره. المهم كيفتحوا التحقيقات كالعادة، كيبداو من الراجل هو الاول كيستجوبو كيجاوب على كاع الاسئله، ما عندوش مشكل، جميع المعلومات اللي خاصو البوليس يعرفوها كيعطيها ليهم. كيدخلوا للدار كيقلبوا الدار ما كيلقاو حتى شي حاجه زعما اللي ممكن انها تكون تشد الانتباه ديالهم. قلبوا البيت ديالها، قلبوا الدار كامله من فوق حتى الكراج، ما كاين حتى شي حاجه اللي مميزه. صافي استجوبوا هذيك الناني اولا مربيه الاطفال، ما كانش في ديك الليله اللي اختفت فيها المراه، كانت خارجه سهرانه مع صحابها. وتاكدوا البوليس من هذه القضيه وفعلا ما كذبتش عليهم. استجوبوا الجيران، استجوبوا صحابها،
استجوبوا الناس اللي خدامين معاها، كل واحد المعلومات اللي كيعطيهم زعما ما ادات بهم حتى شي نتيجه. هادشي تقريبا داروه في واحد المده ديال جوج سيمانات. ستيفن في هذا الوقت كيتحرك باغي مراته، ما عرف حتى شي معلومه، كيحس بان البوليس ما دايرينش خدمته مزيان. شنو كيدير؟ كيقرر انه يطلع الاعلام ويخرج القضيه للعلن، كيقول ربما زعما الناس يقدروا يعاونوني اللي شاف شي حاجه. فكيمشي فعلا وكيبدا يعقد مؤتمرات صحفيه مع بزاف ديال المنابر الصحفيه، وكيطلع وكيشرح شنو وقع، وكيقول لهم ها الوصف ديالها، عفاكم اللي شاف شي حاجه ولا عارف شي حاجه يقولها لينا، ولا يعيط على البوليس. الله يجازيكم بخير، راه وليداتها محتاجينها، وليداتها باقيين صغار. المهم عندي ما نوصف لكم، عارفين راجل فاش كيكون كيبغي مراته كيبكي، ما كيقدرش كاع يكمل الاجوبه اللي كيسولوه الى اخره. وهذا الشيء طبعا داروا حتى باش يدير واحد الضغط شويه على البوليس باش يزيدوا يجمعوا رؤوسهم. كذلك قال في واحد المنبر اعلامي باللي البوليس كيحسسوه باللي هو مشتبه به، وهو ما عجبوش الاحساس، حيت قال باللي واحد المره كان غادي صايق عادي ووقفوه وداو اعتقلوه غير حيتاش البيرمي ديالو وفى، وقال لهم باللي ما كانش عندهم الحق يوقفوني غير حيت البيرمي ديالي وفى، ما كانش عندي الوقت في الظروف اللي كنمر بها انني نمشي نهتم بالبيرمي، انا كنقلب على مراتي وهما عارفين زعما الوضعيه كي دايره، فعلاش اعتقلوني بديك الطريقه الوحشيه وكيتعاملوا معايا وكانني انا المتهم وكذا وكذا. المهم راكم عارفين اي واحد مثلا كيدخل الخانه ديال المشتبه به راه كيبغيو يضغطوا عليه اكثر، كيسولوه اسئله في شكل. المهم كيخرجوا البوليس حتى هما وكيديروا واحد المؤتمر صحفي وكيجاوبوا على دوك الاسئله ديال الصحافه، لان الموضوع ولا بدات القضيه كتشبك. كيطلع المحقق اللي كان متكلف بالقضيه ديال تارا جرانت وكيقول لهم باللي السبب الحقيقي علاش وقفناه فعلا حيت البيرمي ديالو كان منتهي الصلاحيه وكان واجب اننا نوقفوه. ثاني حاجه، طبيعي اننا كندخلوا معاه في اسئله اللي فيها بزاف ديال الديتاي، وهو كيحس بحال الا حنا ضغطنا عليه اكثر، حنا محتاجين غير نجمعوا معلومات لا غير. ونفس هادشي داروه مع المربيه اللي كانت عايشه في الدار. مني ضغطوا على المربيه بدات كتقول لهم شي حوايج اللي ما كانوش متوقعينهم، هو انها كانت على علاقه مع ستيفن بحكم ان المراه كانت غايبه، فهما كانوا عايشين بجوج في ديك الدار، فولات بيناتهم علاقه بحال الزوج والزوجه. المهم ان كنظن ستيفن كان داكشي علاش كان خايف ومضغوط وخايف للموضوع يوصل للعامه، ولا من تلقى مراته تكشف القضيه فكان شويه مرهوب. البوليس عرفوا هذه الحقيقه ديال العلاقه ديالتهم مع المربيه، ولكن هذا الشيء ما عطاهمش الحق انهم يعتقلوا، لانه كتبقى حريه شخصيه. المهم كيكملوا في انهم كيقلبوا السبيطارات، كيقلبوا المسرحه ديال الموتى، يقلبوا في المطارات كذلك، وكيتاكدوا بلي تارا ما عمرها مشات لبورتوريكو من النهار اللي خرجت نهار الجمعه بالليل من الدار ديالها، يعني الباسبور ديالها ما عمرو تستخدم من داك النهار. كذلك لاحظوا بان الكريدي كارد ديالها ديال البنكه ما عمرها خدمت بها، ما يمكنش تكون بقات 5 ايام بلا ما تشري حتى حاجه ولو قرعه الماء. كيتراكيو التليفون ديالها وكيلقاو بلي فعلا اخر مكالمه هاتفيه دارتها هي اللي دارت مع داك الشيفور ولا شي حاجه بحال هكا في داك الوقت، ومن وراها التليفون طفى. حتى لواحد النهار ماشي بعيد، واحد المره غادا كتمشى في واحد البارك قريب، وهي كتبان ليها واحد الميكا مجموعه بحاشاكم بحال ميكا زبل ومتكيه على واحد الشجره، ولكن لاحظت فيها ديطاش ديال الدم. وطبعا بحكم ان الناس في ديك البلاصه كانوا عارفين كاينه واحد المراه مختفيه، فان فوا لاحظت داك الشيء عيطات على البوليس. كيجيو البوليس في دقائق كيشدوا الميكا كيديوها باش يعاينوها. اول حاجه هي الدم، كيحللوه كيلقاو فعلا هذاك الدم هو ديال تارا، ووسط من الميكا كيلقاو ليكات وحوايج وشي تخربيقات وحدين اخرين بحال الزبل، وكيلقاو بقايا بحال نجاره ولكن هي من الحديد ولا من المعدن. فهاد الشيء اوتوماتيكمون خلاهم يفكروا في ستيفن، لان ستيفن هو اللي خدام مع باه في داك المحل ديال الالات الصناعيه، وفي داك المحل راه عندهم بزاف ديال الادوات زعما اللي كيخدموا بهم، طبيعي ان بحال البقايا ديال المواد المعدنيه تكون عندهم في داك المحل. كيعاودوا يجيبوا ستيفن باش يعاودوا يديروا معاه عاوتاني واحد السنطاق واحد اخر يكون مجمح. هنا ستيفن كيرفض انه يتعامل معهم بشكل تام، كيقول لهم زعما تكرفستوا عليا وعيقتوا عليا، اي حاجه بغيتوا تقولوها دابا غتقول دوز عن طريق المحامي ديالي، ما بقيتش غادي نهضر معكم ديريكتومون، لانكم زعما في الاول كنت كنجاوبكم على كل شيء ولكن بحال زدتوا فيه. وكيقول لي بغيناك دير واحد الاختبار ديال كشف الكذب، وكيرفض كيقول لهم ما كاينش اللي غنديرها معاكم، والا كنت غنديرها غنقدر نديرها مع شركه واحده اخرى. وفعلا كيكتشفوا البوليس انه من بعد مشاو دار اختبار كشف الكذب مع واحد الشركه اللي
بريفي، وهما قدروا انهم يكونتاكتيو ديك الشركه ويشوفوا النتائج، فلقاو باللي النتائج اللي خرجات كانت ماشي صادقه 100%، يعني كان عنده شي كذوب في داكشي اللي قال. ايام من موراها، وهذا الشيء في مارس فيه جوج 2007، البوليس كيجيبوا تصريح باش يديروا واحد البحث معمق في الدار والطوموبيل ديال الزوج ديالها. كيوصلوا للدار مع الصباح، كيلقاو هو غادي يبغي يخرج الكلب يمشي. كيقولوا ليه راحنا جينا باش نديروا واحد البحث في الدار، كيقول لهم مرحبا بكم هالدار، يعني دخلوا مرحبا قلبوا، انا غادي نمشي نمشي الكلب ونرجع. تيقول ليه واخا صافي. كيخرج هو يدي الكلب ديالو، وهما كيبداو يبحثوا، كيطلعوا لبيت الناس كيبداو بالتفصيل، كيقلبوا على بصمات بقعة الدم، كيجيبوا معهم واحد الضوء معين اللي ملي كيديروه في الحيط اولا في الارض ولا كذا كيبان لهم الا كاينين بقعة الدم، كيبان لهم شي حوايج بحال هكا. ما كيلقاو حتى شي حاجه، حتى فجاه واحد الواحد من الكراج كيعيط ليهم، كيقول لهم باللي كنظن باقيلا لقيت شي حاجه في الكراج، اللي طبعا ما كانتش النهار الاول ملي داروا داك البحث الاولي. اللي لقى هو انه لقى واحد البوكسه كبيره ديال البلاستيك محطوطين فيها ميكات، الميكات يعني كشي ميكات بزاف. فاشنو دار؟ حل ليها الفم ديالها هكا وورك غير بصبعو باش يشوف زعما داكشي شنو هو، واش قراعي، واش حوايج، واش شنو. فمني دار هكا بايديه حس شي حاجه ماشي هي هذيك، كيعيط على واحد البوليسيه اللي معاه وكيقول ليها راه واقيلا لقيت شي حاجه. فكيعيطوا على الناس اللي كاينين الفوق وكيحلوا دوك الميكات، كيقطعوهم، كيكتشفوا بان تارا الجزء العلوي ديالها في دوك الميكات ملفوفين تما في ديك الصناديق. من هنايا اللي يدين محيدين والرجلين من اعلى الفخذ محيدين، وباقى لابسه الملابس الداخليه ديالها وجزء من السروال اللي كانت به. كيتصدموا البوليس، السيده اللي كانوا كيقلبوا عليها اكثر من جوج ولا ثلاثه الاسابيع كاينه في الكراج ديالها وهما مجيبين الدنيا خبار. مني لاحظوا انها مقطعين لها الطرف ديالها كيمشيو يجريوا للمحل فين كان كيخدم راجلها باش يشوفوا لها ربما يلقاوه تما. ما كيلقاوش، وكيقلبوا حتى داك المحل كيلقاو لاديان ديالها. طبعا في كاع ديك الماكينه اللي استخدمها باش يقطع كاين لاديان ديالها، طرف من اللحم لقاو تما باقي، لقاو كذلك الشعر ديالها محطوط محسن ولا ما عرفتش شنو كاين. فجميع الادله كانت تما باينه واضحه، ما احتاجوش يديروا حتى شي خدمه. في هذا الوقت بداو كيقلبوا عليه، خونا كان ديجا هرب. هذاك السيناريو اللي دار لهم ديال غنمشي نمشي الكلب كان واقيلا عارف باللي صافي راه حصل فبغى يهرب، ولكن طبعا مع التليفون قدروا يتراكيو الحركه ديالو ووصلوا ليه من بعد يومين. لقاه ناعس اولا تقريبا كيحتضر بسبب هبوط درجه الحراره ديال الجسم ديالو، لانه كان في ذاك الوقت البرد بزاف، يعني كنهضروا على البرد درجات تحت الصفر، وهو كان غير في واحد البارك مخشي في واحد القنيته لانه ما يقدرش يمشي للاماكن العامه لان كل شيء كيقلب عليه. هنا البوليس مني لقاوه كيشدوه وكيديوه للمستشفى باش ما يموتش، كيلقاو بانه شارب واحد الكميه كبيره ديال الكحول وشارب كينات، وكيقول لهم باللي راه كان كيحاول انه ينتحر، كان كيتمنى انه يموت قبل ما يوصلوا ليه. المهم بداو كيعطيوه العلاجات اللي خاصو باش يقدر يرجع العافيه ديالو. في داك الوقت مني ولا شويه احسن، كيديروا معاه استجواب، وطبعا ما كيدخل ما كيخرج في الهضره، كيجيهم نيشان وكيقول لهم اشنو وقع. القصة بدات من نهار الجمعة في 9/2007، مني تارا قالت لي باللي نهار الحد غادي نرجع للخدمة، فعلا داكشي اللي قال لهم صحيح. هو واجهها بالعلاقة ديالتها مع الشاف ديالها وقال لها باللي انتي كنتي كتباني لي بانك ناجحة في حياتك على ما يبدو ان عندك علاقة غرامية معاه، وانك كتمشي السيمانة كلها كدوزها تما، وحنا عندك هنايا غير بياضك انا وولادك، انا هو اللي وليت الام، انا هو اللي وليت كنهتم بالدار ونشقى وندير كلشي، وانتي تبارك الله ما شاء الله عليك كتمشي تزهي ليا مع داك اللي خدامه معاه، وكتجي لينا غير في الويكاند تسلمي علينا وتنوضي تزيدي، وهاد المره اكثر وليتي تلحد بغا تمشي فيه، واش كاينه شي خدمه في الحد؟ تارا ما عجبهاش الحال، وتا هي كتعطيه فمو ما يجيب، فكيشد الخلاف بيناتهم. ملي يشد الخلاف بيناتهم تارا كتهز يديها وكتعطيه بواحد الصرفيق، ملي صرفقاتو دفعها، فاش دفعها طاحت في الارض، ومني طاحت ناضت وقفات وهي تشوف في الارض بحال هكا، وهي تقول ليه صافي، قالت ليه هادي هي الاخرى لك، غناخذ بناتي وما عمرك غتبقى تشوفنا وغتعيش لامك في الشارع، كيصحاب لك راسك شي حاجه وشان، انت عباره على واحد الانسان حقير وما تسوى حتى زغبه وما تسوى حتى كذا. المهم راكم عارفين مني بهدلاته بهذيك الطريقه وضربت لي هذيك النقطه ديال انه هو ما خدامش وهو عباره عن انسان فاشل كذا كذا. قال لهم باللي انا ما عقلتش عليها حتى لقيت راسي خنقت بيديا بجوج ووركت لي على عنقها تقريبا شي 4 دقائق، صافي تلقاها ما بقاتش كتحاول انها تجر، طلقات ايديها ما استوعبش كيفاش ديك العمليه وقعات. قال لهم داكشي وقع بالزربه، ما كانش في القصد ديالي انني قتلها، كنت مفقوس في ديك اللحظه مني هانتني وهذا الشيء اللي كاين.
مني شاف السيده طاحت في الارض. هذيك الساعه البنيات كانوا ديجا ناعسين في لي شومبر ديالهم، كيحيد الصمطه ديالو من السروال كيدور على عنقها وكيزيرها وكيجرها بالصمطه ديالو مع الدروج وكيهبطها للطوموبيل كيديرها في الطوموبيل. فديك اللحظه يلاه كيديرها في الكوفر ديال الطوموبيل كتوصل للمربيه اللي كانت خارجه سهره مع صحابها، كيحاول انهم يبينش. قالت لي زعما فين هذه؟ هذه قال لها راه هي خرجات راه تناقشنا. وكيدوز مع المربيه ديك الليله عادي، قال لك باش ما تعيقش بيه، لكن خاصو يبين لها بان الامور عاديه. الغد لي في الصباح ملي كيفيق كيهز الطوموبيل كيديها لهذيك المغازا اللي كانت عندهم، كيسد عليه المغازا وكيجلس يقطع في الجسم ديالها. بدا كيحاول قال لك يتخلص من الاطراف ومن الاولين، جمعهم دارهم في واحد الميكا وكان غادي يهز معاه واحد ديك بحال الخشبه اللي كيتزلجوا عليها الوليدات الصغار. المهم دير داكشي في ميكا وغادي باش يديها لواحد البلاصه في الخلا اللي ديجا كانوا قلبوها البوليس وما لقاوش فيها حتى شي حاجه. المهم بحال غاب، مني مشى لديك البلاصه بحال الكوديه. فكيوقف هذيك اللعيبه ما انتبهش، لانه سبحان الله الانسان ملي كيكون مستريس كيدير شي اخطاء غريمين. حط ديك اللوحه ديال التزلج وكيحط فوق منها البلاستيكه، ما عرفتش شنو بغى يهز وزلقات ليه ديك اللوحه ديال التزلج. ومنعاوش لكم ربي عطا خير، وداك اللحم كامل شتت ليه، يعني شي تلح ليه هنا مع الهبطه. فاضطر انه قال لك يبقى يمشي لكل بلاصه هكا ويجمع داك الشيء، وفي التالي شنو طاحت ليه الفكره انه غيدفنهم غير في بلايص مختلفين. فبدا كيحفر وكيدفن كل طرف في بلاصه، وكان كيتمنى ان داك اللحم يوصلوا ليه الدياب ولا الكلاب ولا اي حاجه قبل ما يوصلوا ليه البوليس. في الوقت اللي خرج البوليس باش يقلبوا في ديك البلاصه الغابه اللي حدا الدار، هو حس بانه ممكن يلقاو شي لعيبه ويشكو فيه وكذا، فمشى يجري للبلاصه فين قطعها وكيهز داك الجزء العلوي ديال الجسم ديالها وكيحيدو زعما بغى يهربو. هي فين داه للدار وحطو في الكراج، ولكن فداك النهار اللي هو داه للدار وحطو في الكراج ما كانش عارف باللي البوليس غيجيو ديك النهار ويبداو ليه تقلب من الدار. وتما فين دقوا عليه البوليس داك الصباح دار القضيه ديال انه كان خارج باش يقدر يهرب منهم، خرج ومشى كيدور بقى كيدور قال لهم زناقي ما عرفش شنو يدير داخل، يحس بالذنب طبعا وحاول انه ينتحر. في ديسمبر 2007 وكيتبت في حقه جرم ديال القتل من درجه ثانيه وكياخذ 50 عام ديال الحبس. الوليدات كياخذوهم البوليس وكيعطيوهم الخاله ديالهم باش هي تربيهم. في المقابل عام من بعد في 2008 الاب ديال ستيفن كيموت من تحر، لانه دخل في حاله اكتئاب من بعد ما هادشي وقع الولد ديالو، ما بقاش قادر يهضر مع الناس ولا يخرج ولا واجه الناس، لانه ما توقعش ان الولد اللي رباه وضرب عليه تماره في الاخر يولي مجرم قاتل. كدوز سنين وستيفن كيحاول يدير واحد الطلب ديال الاستئناف للمحكمه وكيقول باللي كاع دوك التصريحات والاعترافات اللي دار كانوا تحت تهديد الشرطه وكانوا دايرين عليه واحد الضغط وما كانوش لخاطره، كانوا كيستنطقوه وهو باقي في السبيطار كيتعالج ما كانش عارفش كيقول وكيطلب السيناف. مارس 2015 القاضي اللي كان تكلف بالقضيه كيرفض ليه الطلب تماما وكيقول لي سير تجلس مع راساتك، هادشي كاع درتيه وما كنتيش عارف اش كتقول. كيقول لي باللي الموضوع كان مستوفي من ناحيه الادله وما عنده حتى شي علاقه اعترفتي ولا ما اعترفتيش، كاع الادله ضدك، سير وليدي تجلس تكمل دوك السنوات اللي تحكم عليك بيهم. دابا غادي نعطيكم الراي ديالي في القضيه وعلاش انا كنظن الموضوع وصل لما هو عليه. انا كنعتقد بان ستيفن ماشي من داك النوع اللي كيكون مجرم بالفطره، ولكن ستيفن وتارا تبادلوا الادوار وهذا في حد ذاته راه كيخلق خلل في المنظومه الاسريه. واخا المراه تخدم وتولي ناجحه ما كيعنيش ان خاص الوجود ديال الاب يكون ملغى تماما. على ما يبدو انها كانت الزوجه هي المسيطره بحكم انها هي اللي كانت كتصرف على الدار، فكانت هي كدير اللي في بالها واللي بغات، كتخرج وقت ما بغات وترجع وقت ما بغات، فهو كان كيحس براسو زايد ناقص. حتى انه في واحد من اللقاءات الصحفيه قال بلي انا هي الام، انا وليت الام. من اعتقادي الشخصي بحال هو هادشي عقده نفسيا، على الرغم من انه كان كيبغي وليداتو كيحاول انه يدير عين شافت عين ما شافت، ولكن في الداخل ديالو كان كيحس بالنقص او ربما حتى كان كيحس بالغيره من انها هي ناجحه وواصله وهو جالس في الدار. وهذه القضيه بانت اوتوماتيكمون مني عيراتو بها، مني قالت لي انت يا الفاعل يا التارك ما عندك حتى شي قيمه ولا سمحت فيك انا غتولي عايش في الشوارع، تما ضربت لي ديك النقطه اللي كان هو اصلا كيحس فيها بالنقص. وتما فين دار هذيك رده ديال الفعل اللي عنيفه بزاف، وللاسف النتيجه هي هذه، واحد في القبر وواحد في الحبس. اللي غيادي الثمن هما الوليدات، اكيد غتكون عندهم صحه نفسيه متذبذبه على الرغم من انهم كنتمنى انهم يكونوا خداو رعايه من عند الخاله ديالهم، ولكن غتبقى دائما واحد
ذكرى خيبة في الحياة ديالهم. هذه هي النهاية ديال القصة اليوم. كنتمنى أنكم تعطوني الآراء ديالكم، واش كان عندكم واحد الفكرة ديال شكون كان ممكن يكون القاتل. مكرهتش أنكم تعطوني كل واحد فيكم العبرة من الفيديو من المنظور ديالكم الخاص. شنو استنتجتوا؟ شنو هما الأخطاء اللي كانوا في العلاقة؟ وشنو كتظنوا كان السبب أدى الموت؟ واش كتتفقوا معايا واش لا؟ شنو كتظنوا كان ممكن يكون أحسن في العلاقة اللي ميوصلش لهذه النتيجة هذه؟ ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجديد، والسلام عليكم.